أم قالت لي ابني اتجوز واحدة أحلى منك. بهذه الجملة نسجت فتاة في منتصف العقد الثالث من عمرها دعوى الخلع التي أقامتها لتتخلص من الإهانة التي تتعرض لها على يد زوجها ووالدته، والتي أقنعته بالزواج من أخرى أجمل من مراته لتتباهى بها أمام العائلة والأصدقاء. الزوج بالفعل نفذ رغبة والدته، اتجوز ورفض طلاق الزوجة الأولى. لجأت خديجة اللي هي الزوجة الأولى لمحكمة الأسرة، وقامت ضده دعوى خلع بعد أن قدمت لخبراء التسوية تقارير طبية تفيد بإيذائها نفسيا وخضوعها للعلاج، وتخلفه عن حضور جلسات التسوية بحجة إنه لسه عريس، ليستفزها بهذه الحركات ويجعلها تمل وتتنازل عن الدعوة حسب روايتها للوطن اليوم السبت 13 أغسطس 2022. نشوف بقى الحكاية من الأول. عند وصولها لسن 30 بدأت والدتها تدلل لها على عريس بين الجيران وكل من تعرفه، بعد أن بدأ الجميع يسم بدنها بعنوستها، وبعد أن تزوجت جميع فتيات جيلها، بل أنجبن طفلا وأكثر. وبالصدفة أخبرتها إحدى جاراتها أن ابن شقيقتها الكبرى يبحث عن عروسة. سعدت والدتها بالعرض ووافقت على الفور، وهرعت لتخبر والدها وأشقائها الثلاثة وتقنعهم بالموافقة لأنه مناسب ليها. وفي أول مقابلة لها مع والدته كانوا سليطي اللسان عليه وفقا لحديث الزوجة. وبصوت تعلوه نبرة الألم رددت خديجة كلمات ما زالت تجرحها حتى اليوم، قائلة إن والدتها بررت موقفهم بأنها كبرت في السن وبدأت تظهر عليها علامات العجز، وأنها ليست على مستوى عال من الجمال ليمدحها، وأنه سيفعل خيرا بزواجه منها. ظلت ليلتها تبكي على حظها بعد أن أجبرتها والدتها على الموافقة لتتخلص من همها ومعايرة الناس بها. وخلال حفل الخطبة كانت والدة العريس تتهامس مع الضيوف بأن ابنها أجمل من العروسة وأنهم خطبوها من أجل عائلتها. المهم بعد أشهر من المعاناة خلال فترة الخطبة حددوا موعد الزواج بعد أن انتهى من الشقة، وأقاموا حفلا كبيرا ولكنها لم تهنأ به لأن الجميع كان ينظر لها نظرات تملأه الشفقة. ومنذ أن انتقلت معه لمنزل الزوجية ووالدته تقسو عليها وتعايرها بكلمات جارحة أمام القريب والغريب، وعندما تشكو له لا يأخذ أي رد فعل، وكانت تغضب وتترك له المنزل من أول شهر في الجواز، لكن عائلتها كانت تجبرها على العودة. وتحكي خديجة للوطن 9 شهور وأنا مستحملة الإهانة وقلة القيمة اللي أهلي أجبروني عليها، لدرجة إن وصل بحماتي الحال إنها تنكر إني مرات ابنها قدام الناس اللي ما تعرفنيش، وتقل مني قدام الناس اللي عارفة، وتقارن بيني وبين ابنها في كل حاجة. وبعد فترة بدأت تقول إنها هتجوزه من واحدة أجمل تليق بيه، وافتكرت إنها بتضايقني كالعادة، لكن بعدها فوجئت إنه اتجوز فعلا. شعرت بالانهيار، ولما سألته اتجوز ليه قال لها إن أمه قالت له إنها أحلى مني. وقررت الزوجة المكلومة التي تركت منزل الزوجية رغما عن عائلتها أن تذهب لخالها الأكبر الذي أقام لها دعوى خلع بمحكمة الأسرة بالجيزة، حملت لرقم 9209. ربنا يرجع حقك يا بنتي. ومن ناحية أخرى قضية شيماء جمال،
التي قتلت على يد زوجها، قالت والدة المجني عليها شيماء جمال أن دفاع المتهم طلب عرضها على الطبيب النفسي لأنه مريض نفسي، متسائلة عن حال القاتل الذي اشترك معه في الجريمة، خاصة أنه أعطاه 350,000 جنيه وزور عقد شقة المجني عليها وباعها له بعقد ابتدائي. وتابعت والدة الضحية شيماء جمال إن والد المجني عليه أراد بيع القضية ليتنازل عنها مقابل المال، لأنه لم يراعيها أو يربيها في صغرها ولم يكن على معرفة بها، موضحة أنها تلقت اتصالا قبل بدء جلسة اليوم الساعة 1 صباحا من مجهول ليساومها عن التنازل عن القضية بمبلغ 10 ملايين جنيه، وردت عليه قائلة إن فلوس البنك المركزي كله مش هتعوضني بنتي، وبعدها أغلق الهاتف في وجهها. وعن الحوار الذي دار بينها وبين الجاني، قالت والدة الضحية إنه كذب بشأن قولها أنه لم يكن له نية لقتلها، لأنهم قبل الحادث ب15 يوم كانوا سيسافرون إلى دبي، وأنه حصل على تأشيرة لها وهي ليست موجودة الآن لترد على ذلك، وأنكر أن المجني عليها كانت ستسافر معه من الأساس، مؤكدا أنه لم يعاني من أي اضطرابات نفسية، وأن الدفاع الخاص به يشك في أنه يعاني من حالة نفسية. ومن ناحية أخرى، انسحب عمر هريدي دفاع المتهم الأول من الدفاع عنه في قضية قتل زوجته المذيعة شيماء جمال، قائلا أنه إذا صرح بأسباب انسحابه من الدفاع عن المتهم سيؤثر ذلك على موقفه بالسلب. وأضاف هريدي في تصريحات خاصة للوطن أنه اطلع على كل أوراق قضية شيماء جمال ووجد أنه لا يستطيع الدفاع عن المتهم لأنه مقتنع بالظلم الذي وقع على المجني عليها، متابعا قناعتي الشخصية أن الزوج المتهم قاتل ومتورط في القضية. كانت محكمة جنايات الجيزة قررت تأجيل محاكمة زوج شيماء جمال وصديقه لجلسة 15 أغسطس الجاري.